سلام حبيباتي، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وبصحة جيدة. انا في نعمة والحمد لله، ربي يدومها عليكم وعلي ان شاء الله. اليوم حبيت نشارك معكم يعني روتيني يعني المسائي كي نرجع من العمل واش ندير. انا يعني تقريبا عندي 20 دقيقة ملي رجعت للمنزل، انا غيرت الملابس تاعي. بعد ما غيرت الملابس تاعي طول يعني جيت نصور معكم الفيديو. يعني اول خطوة اللي نديرها كي نرجع للمنزل واش هي تغيير الملابس تاعي، وهذه اول خطوة نديرها. راح هنا نمسح البشره نتاعي، انا مانيش من الناس اللي يديروا الماكياج، يعني ندير غير واقي الشمس، وواقي الشمس نديرو يعني في جميع الفصول، وراني نمسح فيها بهذا اوميلي كلير من لامارك فينيس. هذا اول مره يعني نستعمله. انا نمسح البشره تاعي غير بزيت جوز الهند وماء الورد. تلمو يعني هضروا لي عليه بزاف وشكروه لي، يعني هاني شريتو. القاروره تاعي راهي مازالها جديده، هذا واش يعني ثاني نستعمل فيها هاي ليكم، مازالها جديده ان شاء الله. يعني كي يكمل نعطيكم رايي فيه بصراحه، اسكو يعجبني ما يعجبنيش. لا لا، وكذلك يعني ما مستوش اسكو ينحي الماكياج مليح ولا ما ينحيش. ما انا مانيش من الناس اللي يديروا الماكياج، الناس اللي يديروا الماكياج نتمنى يعني يخلوا لي في التعليقات يقولوا لي اسكو ينحي لهم ولا لا لا، اسكو يمسح البشره مليح كي يكونوا دايرين الماكياج ولا ما يمسحش مليح. انا يعني حاليا هذو المرات اللي استعملته يعني ينحي لي واقي الشمس، ينحي لي مليح. انا دوك يعني هذه اول خطوه، نمسح البشره نتاع الوجه نتاعي ونرجع لكم. هنا هاي لكم انا يعني مسحت البشره تاع الوجه نتاعي، يعني واقي الشمس هايكم، انا مسحت غير واقي الشمس. هذاك واش راني دايره في البشره نتاعي، ما عاديه غير واقي الشمس للبشره تاعي. هاني مسحت البشره تاعي جيدا، اتمنى يعني الصوره تكون واضحه. يعني استسمحكم هنا باش نوري لكم يعني بلي يعني عجبني، عطاني نتيجه مليحه كي نحي به واقي الشمس. هذه اول خطوه نديرها. ثاني خطوه نديرها، انا نغسل البشره تاعي. انا نغسل بهذا الصابون، صابون حليب المعز زعما لا مارك ابو سعد. هذه العبوه الثانيه، يعني هذه البوطه الثانيه اللي غسلت بها، يعني عجبني بزاف. كي عجبني بزاف يعني شريت العلبه الثانيه، وان شاء الله المره الجايه نزيد نشري كيف وقتاش، يعني عطاني صح صراحه، عطاني نتيجه رائعه رائعه. بصح انا ما غسلتش به طول، كنت نديرو خلطه صابونيه، والناس اللي متابعيني في الانستغرام راهم يعرفوا الطريقه باسكو حطيتها لهم. الا كنتو مهتمين يعني بالطريقه كيفاش خلوا لي في التعليقات نعاود نشارككم. اللي ما عندهمش الانستغرام حبوا يعرفوا الطريقه خلوا لي نشارككم الطريقه هذه. انا دوك راح نغسل البشره تاع الوجه نتاعي ونصبغ الوضوء باش كي نصلي صلاتي. انا بعد ما نكمل الصلاه نتاعي طول نرش ماء الورد على البشره تاعي. ونصحكم انكم تنصحوا يعني نصحكم انكم ترشوا ماء الورد على البشره تاعكم، ما تقيدوش بلا مارك اللي عندي، رشوا البشره تاعكم باي ماء ورد يكون متوفر عندكم. انا دوك يعني نروح نصبغ الوضوء، يعني نغسل بالبشره تاعي نصبغ الوضوء نصلي صلاتي ونرش ماء الورد، وبعد ذلك يعني راح نروح معكم طول للمطبخ يعني باش نحضروا العشاء. هنا قبل ما نروح انا يعني نغسل البشره تاعي ونصبغ الوضوء، الناس اللي يبردوا بزاف من رجليهم ننصحكم انكم تشرو هذو الاحذيه. انا هذا الحذاء تاعي مش جديد، راه قديم يعني عنده عامين، شريته من العلمه، شريته باسكو كان الرجل تاعي مكسور، في كي يكون البرد بزاف يعني يزرق لي يعني يزرق رجلي تاعي باسكو الكسر مازال ما براليش مليح. يعني ننصحكم تشرو هذا، انا عندي هذا النوع وعندي نوع اخر، يعني هذه بالنسبه باك للناس اللي يبردوا ننصحكم انكم تشريوهم. هاوليكم كيفاش جاي، انا يعني راه الحذاء تاعي راه قديم، يعني استسمحكم برك. هذه باك نقطه خطاش، يعني سالتني وحده قالت لي في الانستغرام سالتني عليه باسكو كان شافت الصوره تاعو، يعني انا ماهوش جديد راه قديم وشريته من العلمه، يعني ما نكذبش عليكم. واش السعر تاعو ولا غير نسيت باسكو عندي عامين ملي شريته، وعطيتكم السبب الرئيسي تاعي يعني اللي شريته. انا كي عاد الرجل تاعي مكسور. هاوليكم جاي كيفاش جاي من الداخل، انا ما نلبسوش دائما، يعني غير كي يعود البرد بزاف برك لي يعني نلبسه، وكي خلاص الشتاء طول يعني نغسله ونخبيه عليها، يعني مازال جديد. ها عليكم انا ما نحبش نلبس هذو الاحذيه باسكو يقلقوني في المنزل غير على جال الرجل تاعي. هذا برك يعني حبيت ان الاخت ان شاء الله تشوف الفيديو وتشوفوا كيفاش عامل. ها عليكم كيفاش جاي عنده هذه اللي. انا هنا دوكا نروح نغسل البشره تاعي ونصبغ الوضوء ونصلي ونروح مع بعض للمطبخ باش نحضروا العشاء. هنا حبوبتي انا راح ندير الروز يغلي باش ندير به الماسيدوان.
هنا يعني خذيت كمية من الأرز، يعني شللتها وحطيتها في الطاوة وضفت عليها يعني ضعف تاعها، يعني ضعف كمية الأرز ما، ودوك درت لها قرصة تاع ملح، ودوك نحط الأرز تاعي يغلي نكملوا مع بعض. هنا أنا بعد ما حطيت الأرز تاعي يغلي باش ندير بيه المصيد، وانا هنا راح نحضر معكم يعني عصير طبيعي، يعني بثلاث مكونات عندي. نحتاج فيه حبه تاع موز، ونحتاج فيه حبه تاع برتقال، نحتاج فيه علبه تاع ياغورت اي ذوق تفضلوا، انا هنا درت ذوق تاع المشمش. نحتاج سكر، سكر على حسب الحلاوه اللي تحتاجوها، انا نحتاج مغرفه واحده باك، يعني راح ندير مغرفه واحده تاع سكر، انتم السكر لكم الاختيار على حسب الحلاوه اللي تحبوها. ونحتاج لتر من الماء، هذا واش نحتاج في العصير نتاعي. هنا حبيت انني ضفت نصف لتر من الماء، ضفت معها حبه تاع موز، حبه تاع برتقال، ومغرفه تاع سكر، راح نطحنهم، وبعد ذلك نضيف لهم علبه تاع ياغورت، ونضيف نصف لتر من الماء الاخر. هنا العصير تاعي صار جاهز، دوك يعني نحطه في الثلاجه حتى يعني لمبعد، نوريكم شكله. هنا حبوبات، هنا بعد ما درت العصير كملته درته في الثلاجة، جيت قشرت البطاطا وغسلتها وقطعتها شرائح كما راكم تلاحظوا بهذا الشكل، يعني ما هني ما وريت لكمش يعني صور طول، يعني غسلتها وقشرتها درتها شرائح، جبت البلاط تاعي دهنته بالزبدة وحطيت فيه البطاطا كما راكم تلاحظوا، ودرت الدجاج تاعي يعني يعني من قبل مشاركة معكم الطريقة، يعني نحطها لكم في صندوق الوصف، وكذلك الدجاج تاعي دوك نوريكم، يعني راني حاطيته في البلا باش دوك نشعلهم الفور وندخلهم يطيبوا. سما العشاء ذاك كان يدرس بطاطا مع الدجاج المحمر. نوريكم انا الدجاج تاعي، يعني نسيت المره اللي ما وريتكمش دخلته طول الفرن، هاوليكم يعني كنت شاركت معكم الطريقه من قبل، نحطها لكم في صندوق الوصف، يعني هنا ما بغيتش نعاود نشارك معكم الطريقه من دار جديد، كوني كنت مشاركتها معكم من قبل. ها لكم الدجاج تاعي انا نكون يعني درته في الفرن، دوك نعاود نرجعو، والبطاطا تاعي ها لكم. هنا كانت عندي البيطرا، فجبت هذا واش بقى لي بيطرا في الثلاجه، والبسباس قطعته، والسلطه والخيار، وهنا الارز تاعي راهو يعني بعد ما غلى صفيته وحطيته هنا باش يبرد باش نخدمو الماسيدوان مع بعض. هنا يعني حنخدم معكم الصلصه اللي حندير فيها الماسيدوان تاعي، انا عندنا الماسيدوان تاعي حندير غير روز برك، يعني ما حنخلط له والو، باسكو افراد العائله تاعي يحبوه يعني هكذا ارز وحده، يعني مو مخلط معاه حتى خضره. اللي يحبوا الافراد العائله تاعها يعني خضره، يعني تقدر دير جلبانه، تقدر دير زروديه، لكم الاختيار. هنا واش عندنا، عندي هذا الفرماج طبيعي، هنا مش شرط تقيدوا بهذا، ديروا اي فورماج يكون متوفر عندكم، انا عندي هذا راح نديرو، وساعات نديرها بتاع الثوم. هنا انا عندي لاموتارد، هي الخردل، ضيف عليها هذيك المغرفه تاع الفورماج. هنا هاي استعملت الخردل، يعني انا ما عنديش لاصوص تاع الخردل، كانت في لاصتي بقى لي غير الخردل هكذا، يعني خدمت به، هزيت مغرفه صغيره. ونضيف المايونيز، هنا انا ضفت المايونيز، راح نخلط كلش مع بعض. انا هنا مش حنضيف الملح بس كل ارز تاعي راه مليح في الملح. خلط كلش مع بعض. هنا راح نضيف شويه يعني فينيغريت، باسكو انا ما عنديش الصلصه تاع الخردل، وما فنستعمل الصلصه تاع الخردل ما نديرش الفينيغريت، دونك انا يعني خلصت لي الصلصه تاع الخردل، اللي عندي غير الخردل وحده هكذاك، تسمى ضفت شويه لا فينيغريت. خلط كلش مع بعض، ونفرغ الخليط تاعي على الارز. نخلط كلش مع بعض، يعني الخليط نتاعي هذاك تاع الصلصه اللي درتها مع الارز. هاكم ونحطها بجانب يعني حتى من بعد نقدمها.
دوك نروح نقطع الطماطم شرائح باش ندخل البطاطا تاعي للفرن. هايكم انا البطاطا تاعي درت لها قطعت لها طماطم شرائح ودرت لها يعني دوك نكمل ندير لها فرماج ندخلها للفرن. يعني كنت شاركت معكم الطريقه من قبل نخليكم يعني طريقه في صندوق الوصف هي بالوصفه تاع الدجاج. هنا انا بعد ما يعني دخلت البطاطا والدجاج تاعي للفرن ودرت لهم الماسيدوان تاعي هنا راح نغسل المواعين يعني اللي استعملتهم. هنا الماسيدوان تاعي انا كملت يعني درتها في الصحون. هنا درتها غير مع السلطه والخيار والكاشير وهنا كان عندي شويه هذاك تاع البيطراف شويه تاع البسباس يعني حطيتهم على الجنب كما راكم تلاحظوا. ليكم الدجاج تاعي انا هنا صار جاهز دوك يعني نديرو في صحن التقديم دوك نجبد البطاطا نوريها لكم. هنا هاي ليكم انا البطاطا تاعي انا خرجتها من الفرن دوك نوريها لكم في صحن التقديم هي مع الدجاج. هنا هاي ليكم البطاطا تاعي هنا السلطه هنا الجو هنا المندعينه ما بقى لي غير نقول لكم صحه عشاكم. هنا حبتين بعد ما تعشينا غسلت الماعن وعقبت يعني نشفى على الكوزينه باش صبح نلقاها نظيفه ورحت يعني صبغت الوضوء صليت ودوك يعني جيت نتهلا في روحي يعني قبل راه البرد والشتاء لازم يعني نعتني بروحي نقول لكم بلي البشره لازم نعتنيها في فصل الشتاء. هنا اول حاجه راح نديرها انا عندي هذا الكريم تاع الحنه البيضاء يعني خدمته في المنزل وراني مصورات لكم فيديو يعني ان شاء الله المره الجايه نحطه لكم. هاي لكم انا يعني خلاص لي بقات لي غير شويه باك هاي هنا نتمنى الصوره تكون واضحه. هاي لكم كيفاش تجي انا دايرتها في الثلاجه باش ما تفزتش انا ما نديرش كميه كبيره يعني ندير كميه اللي تكفيني مده اسبوع كي تخلص نزيد. هاي لكم نطبقها على البشره تاع الوجه تاعي ونخليها مده ساعه حتى لساعه ونصف. هاي لكم كيفاش تجي تجي كيما الكريمه ثمثم تشربها البشره يعني فيها مكونات طبيعيه ها ثمثم تشربها البشره اتمنى الصوره تكون واضحه. هانيكم كيما قلت لكم خليها مده ساعه حتى لساعه ونصف حتى زوج سوايع في البشره نتاعي وبعد ذلك يعني نغسل البشره نتاعي ونرش ماء الورد. انا عندي هذا ماء الورد بالمره او خلاص اللي بقى لي فيه غير هذا شوي هذا يعني الماء جبته معايا من البقاع المقدسه هو يعني خلاص اللي بقات لي فيه غير هذه شويه برك. ثم ما تقيدوش بالماء الورد هذا اللي عندي ديروا اي ماء ورد يكون عندكم انا عندي هذا يعني ساعدني راني ندير فيه اذا لقيتوه يتباع يعني شريوه نصحكم به لقيتوه يتباع غير شريوه. وهنا مرطب الشفاه وهنا الفازلين نرطب بها اليدين تاوعي ورجليا انا يعني نديرها في رجليا يعني عزاكم الله ونلبس كيس ونلبس فوقو تقشير والصباح يعني نوض نغسل الرجليا عادي هذا يعني واش ندير دائما للرجلي يعني يوميا نديرو سواء يعني صيف ولا شتاء دائما هذه الطريقه نديرها باش دائما يبقاو رجليا رطبين. انا هنا راني نستعمل في الفازلين هانيكم ونغلف الرجلين تاعي نديرهم في كيس وبعد ذلك يعني نلبس التقشير. انا هنا بما ان رانا في الشتاء نلبس هادو التقاشر الخشين كي نكون في الصيف نلبس تقاشر يكونوا اورقيق. انا دوك نطبق الكريمه على البشره تاع الوجه تاعي ونخليها يعني لمده حتى نكمل نقرا يعني سوره الملك ونقرا يعني الادعيه وبعد ذلك يعني نغسل وجهي برك ونرش ماء الورد رجليا دوك يعني هما اللي نبدا فيهم هما الاولين باسكو نلبس تقاشر وندير الكريمه في وجهي نخليها لمده هذيك حتى نكمل يعني نقرا سوره الملك ونقرا الادعيه تاع لي وبعد ذلك يعني نغسل البشره تاعي برك ونرش ماء الورد ورطب الشفاه تاعي. انا دوك نطبقهم ونقرا سوره الملك مع بعض. هنا حبيباتي انا يعني جيت نقرا سوره الملك يعني كنت درت قبل الفازلين رجليا لبست الساشيات ولبست قاشر وطبقت الكريم تاع الحنه البيضاء على البشره تاعي دوك نخليها على البشره تاعي حتى نكمل يعني نقرا سوره الملك ونقرا اذكار النوم وبعد ذلك يعني نروح نغسل البشره تاعي ونرش ماء الورد. هنا انا يعني يوميا راني نقرا سوره الملك ننصحكم انكم يعني دائما تقراوها
وهي حاجة تولف برك، ويعني وإرادة أنكم يعني تولفوا تقراو حاجة راكم تتعودوا لها، تولوا يعني كما تقراوهاش تحسوا حاجة ناقصتكم. لي مهتمة يعني باش تعرف الطريقة اللي تابعتها وليت يعني دايما نقرا سورة الملك، تخلي لي في التعليقات باش نشارككم الطريقة. أنا بعد ما نكمل سورة الملك نقرا يعني هز حسن المسلم، نقرا أذكار النوم، وبعد ذلك يعني نروح نغسل البشرة تاعي ونرش ماء الورد يعني ونمشي نرقد عادي. كان هذا هو الفيديو تاعي تاع اليوم، ان شاء الله ينال اعجابكم. اذا كان عجبكم الفيديو تاع اليوم ما تنساوش ديروا جيم وتبارطاجوا الفيديو مع الاصدقاء تاعكم باش تعم الفائده. شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.